ولعيب كوره. طب مش تستنى تشوف رايه هو ايه الاول؟ يعني هو يرفض؟ يا بنت، لعيبه الكوره بقوا هم نجوم المرحله اللي احنا فيها دي، ده بقوا اشهر من العلماء والسياسيين. خلاص اللي تشوف، ما انت في مقام ابوهم دلوقتي. لا ازاي بقى، انت رايك اهم طبعا، اذا كنت انا ابوهم فانت امه. الو، ايوه يا حامد، ممدوح ما جاش الشركه النهارده مش كده؟ لا انا بطمن، باي باي. حسناء، يلا يا حسناء. طيب انا راح اسال عليها عشان هي تعبانه، انت رايح ليه بقى؟ اسال عليها عشان هي تعبانه. عيب يا عمر، جوزها مش جوه. ايه؟ ايه جوزها دي بقى؟ مش قلت جوزها راح خلاص؟ دي بتقولي جوزها دلوقتي؟ قصدي مفيش راجل جوه. لا يا حبيبتي، احمد جوه في الشقه، ومن شويه طارق طلع، وقبل كده اخوها كمان. الله. طب ايه رايك بقى تنزل تقعد تحت على باب العمارة، عشان انت شاطر قوي في رصد اللي طالع واللي نازل. لا يا حبيبتي، انا برصد اللي طالع ونازل عند مريمتي وبس. يلا يلا بينا. اهلا يا حسناء. الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك، متشكرة قوي. لا متشكرة ايه، ما يصحش، ده احنا اكتر من اهل، اكتر من اهل، يعني ما فيش بينا متشكرين والحاجات دي. كتر خيرك يا استاذ عمر، اتفضل. اتفضل اتفضل. يا ترى بقى جبتوا الدكتور ولا ابعت اجيب الدكتور بتاعي؟ انا عندي دكتور متابعه. لا لا، انا صحتي زي البومب، اوعى حد فيكم يروح مخه كده ولا كده، انا مش بشتكي من اي حاجه خالص. ربنا يديك الصحه يا استاذ عمر، احنا متشكرين قوي، ماما كويسه الحمد لله، مش محتاجه دكتور. ما يلزمكيش اي حاجه اعملها لك. متشكره يا حسناء، لو عوزت اي حاجه هقول لك. امال هقول لمين؟ انا، تقولي لي انا. والله احنا كنا فاكرين ان الاستاذ عامر هنا، عشان كده عمر جه معايا. ما هو كان هنا فعلا ولسه نازل. احمد خلي عطيات تجيب عصير. حاضر. لا 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 لا، احنا ماشيين، هنسيبك انت ترتاحي. عيب عيب يا حسناء، قول لعطيات تجيب العصير يا احمد، ما يصحش مريم تزعل، قصدي يعني مدام مريم. قوم قوم، هنسيبك ترتاحي، وكمان شويه اجيلك لوحدي اشوفك لو محتاجه اي حاجه. متشكره قوي يا حسناء، طول عمرك صاحبه واجب. متشكرين قوي. متشكرين على ايه؟ هو انا لحقت اعمل حاجه؟ طيب سلام يا جماعه، يلا يا عمر يلا. ايه يا حنان؟ انت كلمتيني في الشركه؟ ماما او بابا فيهم حاجه؟ اقعد يا ممدوح. اقعد؟ يعني انت يا حنان عامله لي القلق ده كله وفي الاخر تيجي تقولي لي اقعد؟ انا عايزه اتكلم معاك، في أمور لازم نحسمها مع بعض. أمور إيه يا حبيبتي؟ أنت في حاجة مزعلاك مني؟ أنا مش زعلانة، لكن كل واحد حر في تصرفاته، وأنا كنت حرة لما اخترت راحتي وسعادتي معاك، لأني كنت فاكرة إني هلاقيهم جنبك، لكن بما إن أنت مش لاقي راحتك معايا فمش قادر تساعدني. حنان بالراحة شوية عليا، أنا مش فاهم حاجة. بص يا ممدوح، انا لقيت من الاحسن ان احنا الاثنين نسيب بعض، ولسه في جوانا مشاعر واحترام متبادل. ايه؟ نسيب بعض؟ ليه يا حنان؟ اه طبعا، انت قررت تسيبيني عشان نمسك في الخلفه، ده حقك طبعا ومش هقدر احرمك منه. طلع الموضوع ده بره الحزب، انا قررت اسيبك لاني مش لاقيه الحب والاهتمام اللي انا كنت متوقعاهم معاك. انا حنان، انا ده انا ما حبيتش حد في الدنيا دي كلها اللي ما حبيتك، ده انا ما حبيتش حياتي الا عشان انت فيها. ما ترضينيش بشويه كلام، ده مجرد كلام، انت حياتك خلاص ظبطتها ببيت اخوك ومراته واولاده،
وانا بس بتديني الوقت اللي فاضل من وقتك. لا والله يا حبيبتي، لا والله انا ما بحبش حد في الدنيا قدك، لكن ولاد مراد امانه في رقبتي، بحبهم ومرتبط بيهم اه، لكن لا يمكن حبي ليهم يجي على علاقتي بيكي. وحبك وارتباطك بيهم يخليك قاعد عندهم ليل نهار ومن ورايا؟ طب ماشي انا مقدر، بس ازاي فاكر ان انا ممكن استحمل اني اعرف انك تبقى قاعد مع واحده ست ومقفول عليكم باب بيت واحد؟ انهي ست دي يا حنان؟ قصدك على رشا؟ رشا طول عمرها زي اختي بالظبط، وعادي معاها، لا هو غريب عليا ولا عليها. انا عايش معاهم من قبل ما نتجوز، ومراد احيانا كان بيسيبنا ويسافر كتير جدا، وكانت عايشه معايا في البيت زي ما تكون اخت ثالثه لينا. ماليش دعوه بكل ده، الوضع دلوقتي اختلف وانا مش قادره استحمله. طب يا حبيبتي اذا كان هو ده السبب اللي مزعلك مني، انا همنع اي حاجه تزعلك مني، بس اذا كنت انت بقى عايزه تسيبيني يبقى دي حاجه تانية. ممدوح انا لو كنت عايزه اسيبك ما كنتش اتقلبت كده لبعدك وكدبك عليا. حقك عليا يا حبيبتي، مش هكذب عليكي تاني، بس عشان خاطري، عشان خاطري يا حنان اوعي تسيبيني، اوعي، انا بحبك فوق ما تتصوري. انت ما تتصورش قد ايه انا فرحانه ان انتوا هتستقروا في مصر. ايوه طبعا قلت لماما. اوكي انا مستنياك، باي. ماما. ايوه يا حبيبتي. ثانيه واحده هقولها وارد عليك. ممكن بقى من فضلك يا ماما اقعد اتكلم مع حضرتك شويه؟ في حاجات كتير قوي عايزه اقولها لك. ايوه بس انا اصلي. ايه يا ماما مالك؟ اصل لواء رشدي كان عايز يدخل يقعد معاكي شويه. معايا انا؟ ليه؟ مش مكفين واقف مع حضرتك ليل ونهار؟ ده انا متهيألي ان رجلكوا دابت من كتر الوقفه. شش وطي صوتك لا يسمعك، عيب كده. قولي لي دخلت نمت. لا ما اقدرش اقول له كده، ومن فضلك ما تحرجنيش. انا قلت له انك انت صاحيه وهو سامعك وانت بتتكلمي على الموبايل. شوفي عايزك ليه. حاضر يا ماما تحت امرك، بس خليكي لطيفه معاه. حاضر، اول ما يتكلم معايا هتحزم وارقص له. ما تبطلي الطريقه البايخه بتاعتك دي. ماما. نعم. ممكن يعني حضرتك تديني فكره هو عايز يتكلم معايا في ايه عشان ما تفاجئش؟ انا اعرف برضو هيكلم معاكي في ايه. يعني انت ما تعرفيش يا ماما؟ واحد بيقول لي انا عايزه اقعد مع بنتك اتكلم معاها، انا بقى هقول له هتتكلم معاها في ايه؟ طيب بس خلي حضرتك فاكره ان انا كنت عايزه اقعد اتكلم معاكي، وانت حتى ما اهتمتيش انا عايزه اقول لك ايه. اول ما يمشي سياده اللواء هقعد معاكي للصبح. ماشي يا ماما خليكي. سيادة اللواء اتفضلي اتفضلي. لا انا مش هتفضل، امنية مستنية حضرتك. حاضر حالا. بابا ممكن تفهمني انت فين؟ من ساعة ما مشيت من البيت وانا مش عارف اتلم عليك، كل ما اكلمك تقول انا في مشوار. ده انا حتى مش عارف انت قاعد فين اليومين دول. ينفع الكلام ده يا بابا؟ معلش يا حبيبي، اصل قاعد عند واحد صاحبي لغايه لما الاقي شقه. انا بس محرج اقول لك تعالى عند الناس، هنتقابل بكره ضروري ان شاء الله. اه طبعا هنخلص كل كلامنا. ماشي يا حبيبي، يلا يلا، باي باي. اه مش عايز اي حركات، كلامك بس. جوز عشرات، جوز رعاة. استنى، وايه ده؟ دي لازقه في كمي. يخص على كمك. انا دلوقتي يا بنتي قاعد لوحدي بعد العمر ده كله اللي عشته بين اهلي واولادي، بتلفت دلوقتي ما بشوفش غير حيطان. ما انا حاسه بيك يا انكل، علشان كده مقدره قوي وقفه حضرتك كتير وكلامك مع ماما. شوفي يا حبيبتي، انت شابه ومستقبلك قدامك، وربنا يرزقك بابن الحلال اللي يسعدك ويوفر لك حياه كريمه احلى من اللي بتتمنيها. ميرسي يا انكل. لكن في الحاله دي ماما هتعمل ايه؟ مصيرها هيكون ايه؟ زي مصيري انا، وده حرام.
بص بقى يا انكل، انا ما اقدرش ابعد عن ماما ابدا، لا قبل ما اتجوز ولا بعد ما اتجوز. انا تقريبا ماليش غير ماما، وماما ملهاش غيري، وانا بالذات غير اي بنت بالنسبه لمامتها، لان ربنا ما رزقهاش بيا غير بعد فتره طويله قوي، يعني ارتباطنا ببعض غير اي ارتباط بنت بمامتها. ربنا يخليكم لبعض، بس انت هتنشغلي ببيتك واسرتك واولادك، وماما ماما حياتها هتفضى خالص، عشان كده لازم ندور على حياة تانية، حياة تشغلها وتملى وقتها وتسعدها. الإنسان اللي بسننا بيبقى محتاج حد جنبه يراعيه ويطبطب عليه. الوحدة وحشة، وحشة قوي يا بنت صدقيني. آه تقصد حضرتك يعني تحط وحدتك على وحدتها، مش كده يا أنكل؟ خليك واضح. وده عيب يا بنتي ولا حرام ولا هيجور على حق حد؟ وماما تعرف ان حضرتك هتكلمني في الموضوع ده؟ لا انا ما كلمتهاش، ما بدعتهاش، قلت اخد رايك الاول واشوف مدى قبولك للفكره. بس اعتقد يا انكل ان ماما عارفه، بدليل من ساعه ما حضرتك قعدت هي بتعمل الشاي جوه. شوف يا بنتي فكري كويس، بس يا ريت ما تطوليش في التفكير، لان مفيش وقت كتير نضيعه عشان نفكر اكتر من كده. بس حطي في حسبتك راحة ماما واستقرارها، وتأكدي ان هكون نعمة الاب ليكي ونعمة السند ليكي وهشرفك. بصراحة يا انكل حضرتك فعلا ما فيكش عيب، انسان محترم وتشرف اي حد. انا اشكرك، وتأكدي انكم هتحيوني من جديد، واشكرك على كل حاجة. ورق ومالك بتقولها كده كأنك هتصلح اسئلة الامتحان؟ أربع بنات أهو، فيهم ولد ما شعره طويل، البت أهي بس بتتكسف تظهر على رجالة. أنت ما بتبطلش رن. سيبك منه، ولا كمنك كسبانة تتحجج بالموبايل؟ أبدا، دي عاشر مرة النمرة دي ترند، وأنا خايف تكون قمر بنتي. الو، ايوه انا مين؟ اهلا يا عامر، عايزني حالا؟ وبيني وبينك حساب عسير كمان. جرى ايه يا عامر؟ قبل ما تحاسبني روح حاسب مريم على اللي عملته فيا. دي ابسط حاجه ممكن تتعمل، وده بس عشان هي مؤدبه ومتربيه، لكن لو واحدة تانية من العينات اللي انت عارفها ومعاشرها كانت وريتك النجوم في عز الظهر. في واحدة مؤدبة ومتربية تشتم الشتايم اللي مريم شتمتها لي دي؟ ده حتى عيب يا اخي. يعني كنت عايزها تعرف انك متجوز عليها واحدة تانية وتسمي عليك؟ ما هي لو كانت اتخانقت معايا عشان انا متجوز بس كنت عذرتها، وكنت قلت لنفسي واد افرح دي غيران عليك، انما دي استاذ اتهمتني بالسرقة وطردتني من البيت، ودي حاجة ما اقدرش استحملها ابدا. ده شرفي، سمعتي. اسمع يا فريد، انت اللف والدوران ما هماش جداد عليك، وانا مش جاي اسمع منك مبررات ولا ردود ولا دفاع عن النفس، انا جاي اسمع منك كلمه ورد غطاها. انت لازم تطلق مريم قبل ما يطلع النهار، ولو امكن دلوقتي يكون احسن. لا بلاش حكايه الطلاق دي عشان خاطري يا عامر، جوازه تانية دي توريطه والله. انا عمري ما حبيت حد في حياتي غير مريم، انما الست التانية دي ليها حكاية عجيبة قوي. ابوها مات وساب لها قرشين، وهي وحدانية، فلجأت ليا عشان احميها قمت اتجوزتها جدعانة. القصد اتلموا علينا اولاد الحرام، اخد القرشين قال ايه هيشغلوهم فشفطوهم، وبقيت انا واقف قدامها في وش المدفع واخد عليا كمبيالات تسجدني يا عامر. وعايزنا نصدق الحكاية دي كلها فريد؟ وعايز مريم كمان تصدقها؟ خلاص انا مستعد اقابلك بالست دي، وساعتها هتعرف ان انا صادق في كل اللي بقوله لك وما كدبتش عليك ابدا. انت بتقول كده وانت واثق اني مستحيل اعمل اللي انت بتقول عليه ده. ارجوك تنهي الكلام ده كله وتنفذ اللي انا جاي لك علشانه. لا لا لا، طلاق لا يا عامر، ده انا ما صدقت ان مريم رجعت لي حتى بمعاملتها السيئه ونظرتها الوحشه لكل تصرفاتي، انما انا مش متخيل انها تطير مني ابدا تاني. لا اطلب مني اي حاجه يا عامر الا الطلاق. لا 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 فريد،
فريد انا مش طارق عشان تدخل عليا افلامك العبيطه دي. ارجوك بلاش تمثيل، لان احنا كبرنا خلاص، واللي كنا بنستحمله زمان ما عدناش نستحمله دلوقتي. يعني خلاص هي مصممه على الطلاق بالسهوله دي؟ هنت عليها؟ ايه اللي قاسى مريم عليا كده؟ انت عارف يا عامر انا عشان ارجع لمريم خسرت قد ايه؟ خسرت فلوس طبعا، مش خساره فيها، مش خساره في مريم اي فلوس، انما خسرت فلوس. فلوس يا عامر. فلوس؟ فلوس ايه يا ابو فلوس ده؟ هو فاهم ان انا خلت عليا اكاذيب ولا ما بتخلصش؟ لما هو سافر واشتغل وبقى مليونير، اتجوز المحروسه دي امتى؟ ونصب عليها امتى؟ واخد فلوسها امتى؟ ما انا قلت له الكلام ده، قال لي ده تاريخ قديم، انا اتجوزتها قبل ما اسافر. ولما هو كسب بالملايين ما دفعش اللي عليه ليه وخد الكمبيالات؟ بيقول انه دفع لها، بس هي ضحكت عليه وما ردتلوش الكمبيالات، عشان كده هو سايبها عايشه في المكان الحقير ده، ومش عايز يرفعها جنبه ويعيشها عيشه كويسه عقابا ليها على اللي عملته معاه، وطبعا مش عايز يطلقها الا تدخله السجن. بالذمه ده كلام يدخل العقل؟ طبعا لا. بقولك ايه يا مريم، فريد بالنسبه لنا كارت محروق، واذا كنا ادينا له الفرصه على امل انه يكون اتغير فده لوجود طارق وحنان بينكم، لكن انت دلوقتي خلاص عملتي اللي عليكي وزياده. بصراحه يا مريم انا فاكره اول ما اتجوزته كان موريكي الويل، كان بيعاملك معامله فظيعه عشان تاخدي فلوس من المرحوم باباكي وتديله. طبعا بابا ما كانش بيوصله حاجه من ده كله، والا كان قسمه نصين. وكان فاكره طيب وبيوصيني عليه، انا عشان كنت كتومه وما بحبش الفضايح ما اتكلمتش. بس انت كنت بتحبيه في الاول يا مريم. ضحك عليا بكلامه وكذبه اللي ما بيخلصش، وانا كنت عيله جهان، ده لما اتجوزني كنت في اولى جامعه، وهو بقى كان واكل الكليه بكلامه وبحركاته. افتكرت بقى ان انا خطفته من بين معجباته وفزت بيه، تاريني كنت حمار. واخدت مقلب عمري. هو كان فاكر ان بابا غني، قال يستنفذك ويرميكي. بس انت طلعتي نصحة يا مريم، برافو عليكي، ما خدتيش من المرحوم والدك واديتيله. ما كانتش نصاحة، دي كانت خيبة. ما كانش حتى عندي جرأة ان انا اقول له اديني عشان اكل واكل عيالي. حتى لما كان بيجي يديني كنت بقول له لا معايا. بقولك ايه، انسي الايام السودة دي، المهم دلوقتي اننا نخلص منه، والبركة في ولادك مليين عليك البيت. وما تنسيش برضو يا مريم ان ربنا رزقك بمحمود. الحمد لله، الف رحمة عليه، كان نعم الناس يا مريم. وبمناسبة محمود بقى، انا كنت عايز اقولك ان الاستاذ بتاعنا عايز يخطب امنية بنت صفية. انا كنت حاسب كده من ايام ما كنا في الغردقة، انا كنت خايفة ان احمد هو اللي يكون عاوزها. احمد؟ لا خالص، دي اخته. طب يا ريت، ده انا نفسي افرح بيه. وبكده يبقى خلصنا كل التزاماتنا تجاه المصنع اللي كانت متاخره. طب الحمد لله، انا كنت خايف حكايه السرقه دي تاثر معانا. هي اثرت، لكن الحمد لله لحقناها. هو مفيش حاجه بقت في الموضوع؟ لا لسه. مستر احمد؟ نعم. في واحده سالفه على حضرتك ومستنيه جوه في الاداره. مين دي؟ معلش انا مش قلت محدش يدخل الاداره؟ معلش حصل خير، انا هخش اشوف مين. اقول لك مليون مره اتفضل اشوف شغل. انت؟ ايوه انا يا احمد. خير يا سهى؟ في اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ احمد انا محتاجه لك. ليه خير؟ اذا كنت عايزه صورك وحاجتك القديمه دي فانا قطعتها ورميتها من زمان لما انت ما سالتيش عليها. صور ايه وبتاع ايه؟ احمد انا امنك على عمري كله. يا سلام، ايه اللهجه والطريقه الجديده دي؟ يا ريت نخش في الموضوع على طول عشان ده مكان شغل. ما احنا ممكن نقعد في اي مكان انا وانت، نقعد نتكلم بعيد عن الشغل. انا محتاجه لك بجد، انا محتاجه لك. ايه يا سهى؟ خير؟ محتاجه لي في ايه يا ترى؟ احمد انا في ايه خلصت؟
انا اتطلقت. نعم، هو انت كنت اتجوزتي اصلا؟ كتب كتابي على نفس الشخص اللي اتخطبتي له؟ ايوه. اه، واتطلقتوا ليه يا ترى؟ مش ده اللي انت كنت شايفه معايا سعادتك وهناكي وراحتك واخترتيه بكامل ارادتك لانه غني وفوق الجميع؟ كل ده جه على دماغي يعني، لانه في الاخر طلع بني ادم نصاب عمل ثروته كلها دي من نصب ومن دم الناس، وحول فلوسه كلها على بره وهرب. وبعد كمين بعت لي ورقه الطلاق قبل ما يسافر. اه، بقى رشوان القاضي اللي كانت بتكتب عنه الجرايد اليومين اللي فاتت وعن هروبه، هو ده رشوان القاضي اللي انت اتجوزتيه؟ اسمع يا احمد، انا مش عاوزه اسمع صورته دي تاني، لان انا بتجيلي صدمه عصبيه ومش قادره اسمع اي حاجه عن الموضوع ده، وبعدين الدنيا كلها بتسود قدام عيني. ياه، دلوقتي بس بتشوفي الدنيا سودة قدام عينك لما باعك كده بالرخيص؟ مش ده كنت فاكراه طاقه القدر اللي اتفتحت لك؟ مش كده برضه؟ عموما يا احمد، اللي حصل ده ذنبك انت. ذنبي؟ ذنب ايه؟ انا نسيت كل حاجه اصلا. لو كنت نسيت ما كنتش قلت لي الكلام ده، ولو كنت نسيت ما كنتش حسيت ان انت شمتان فيا. شمتان فيكي ايه؟ مش شمتان ولا حاجه، انا بس بشوف الفرق بين حالتك دلوقتي وحالتك لما جيتي لي وقلتي ان انت هتتخبي، فرق جامد قوي مش كده؟ بس عموما انا نسيت كل حاجه فعلا. احمد انت ارتبطت؟ دي تفرق معاكي في ايه دي؟ لا تفرق معايا كتير فوق ما تتصور. بص يا سهى، احنا ما ينفعش نرجع لبعض تاني ابدا. ليه؟ في حد في حياتك؟ بصرف النظر ان كان في حد في حياتي يعني مفيش حد، بس انا ما عنديش استعداد ان انت تحطيني في حسبتك بمنطق الاستبن اللي موجود في اي وقت بدل اي حد تاني. والله يا ابدا يا احمد، انا راجعه لك لان انا اكتشفت ان انا ما حبيتش حد غيرك ولا احب حد غيرك. سهى، الانسان لما بيمر بازمه بيفتكر الناس اللي كانوا كويسين وحنينين معاه وبيشوفهم احسن ناس في الدنيا، بس بعد كده بقى لما بتمر الازمه ترجع المشاعر العاديه للظهور تاني، والغالي بيرجع غالي والرخيص بيرجع رخيص. انت عمرك عندي ما كنت رخيص يا احمد، انا اللي كنت غبيه ما كنتش عارف افكر، اتسرعت في تفكيري، وبعدين انا دفعت الثمن وجايه لك من ايدك واقول لك ان انا فعلا محتاجه، وانا مش هتخلى عني وهقف جنبك بس كاخ وصديق. ماشي، بس مبدئيا يعني المهم انك تفضل كده. ممدوح، معقولة؟ أنا قلت إنك نسيتنا أو خسرنا. أنا ما أقدرش أستغنى عنكم أبدا. إيه؟ أمال فين الولاد؟ حبسهم جوه في الأوضة عشان كنت ناوي أعمل حملة نظافة. طيب، أنا هخش أتحبس معاهم جوه. ممدوح. نعم. أنت قلت لحنان إنك جاي هنا وهي زعلت، صح؟ في الحقيقة أنا ما قلتلهاش، لكن هي شكت، عارفة؟ مش متأكد. الغريب انها كانت بتتكلم بمنتهى الثقة، حتى انها ما كانتش مستنية مني اي رد. وما تعرفش هي اتأكدت كده ازاي؟ انا تخيلت ان انت وقعتي بلسانك قدامها، لانها فعلا كانت بتتكلم بثقة. لا والله، ده انا حتى لما بتصل بيها على البيت او على الموبايل ما بترضاش ترد عليا. معلش يا رشا، اعذريها، هي اصابها تعبانة قوي، واكيد هي شايفة الموضوع من زاوية معينة. والله العظيم عذراها، عشان كده دايما بتكلم معاك في النقطه دي وانت معانا. انا عارفه، عشان كده بسالك بعد ما غبت علينا اليومين دول، حنان عارفه ان انت جاي هنا النهارده ولا لا؟ بصراحه رشا، انا مش هقدر استغنى عنك اكتر من كده، لكن هي ما قلتلهاش ان انا جاي، بس اوعدك ان انا لما ارجع هحاول اقولها. ممدوح، حاول تبسط الموضوع بينكم،
عشان انت عمرك ما هتستغنى عن الولاد، والولاد كل ما بيكبروا بيحتاجوك اكتر، وانا مش عايزه حنان تزعل. حاول تدخلها معنا الدايره عشان تبقى مطمنه، لان هي حاسه اللي بيحصل ده كله من وراها، فحاول تتفاهم معايا. حاضر يا رشا، هحاول. انا هدخل اشوف الولاد بقى. اتفضل. والله ان جيت للحق، العيال منسين الدنيا واللي فيها، وهم كمان روحهم فيه. الله، طب ما تتجوز بقى علشان تجيب زيهم. يا حبيبي، قد كده الموقف مؤثر فيك؟ مش مساله مؤثر فيا، بس انا حاسس ان هي صعبانه عليا. اتفاجئت بانكسارها وانهيارها ده، ما تعودتش اشوفها كده. سوها كانت قويه وجامده، فجأة بإنسانة تانية خالص قدامي، ضعيفة ومكسورة. طبعا مفيش أقسى على البنت من إنها تحس إن اللي بتحبه بتشاركها في واحدة تانية. بس تفتكري هي جايلي تاني ليه؟ فعلا عايزة ترجعلي؟ ولا ده رد فعل طبيعي للصدمة اللي انصدمتها، فبتدور على بديل حتى لو من غير مشاعر حقيقية؟ والله يا أحمد ده على حسب نوع الشخصية. يعني في حد لما بيتصدم في شخص بتلاقيه يعرف قيمة اللي سابه عشان، وفي حد بيرجع للقديم كنوع من التعويض المؤقت. هو ده انا خايف منه. طب صرحني يا احمد، انت لسه بتحبها؟ انا محتار في اللي جوايا زي ما انا محتار في اللي جواها واكتر كمان. ازاي يعني؟ مش عارف انا لسه بحبها ولا هي صعبانه عليا، ولا حسيت بانتصار ان انا اللي فزت في الاخر ورجعت لي. لما شفتها وقابلتها مش عارف، مش قادر احدد جوايا بالظبط. يبقى انت كده محتاج وقت عشان تقدر تحدد اللي جواك. خلي بالك وما تتصلعش، ساعات الانسان بيبقى مندفع ورا حاجه مش صادقه جواه. صح، عندك حق. وماما بقى عرفت التطورات دي؟ لا ماما ايه، ماما كفايه عليها اللي هي فيه، مش ناقصه كلام ملوش لازمه ساعة حكاية السرقة دي، وهي مش على طبيعتها خالص. بس رجوع خالي القاهرة ده هون عليها كتير يعني. والله فكرتني، انت عارف ان انا كل ده ما رحتش اقول لخالي الحمد لله على السلامة، ولا حتى باركت لسارة؟ ما انت بصراحة عازلة نفسك وقافلة على روحك بشكل مش طبيعي. ما بحبش اشيل حد همي. همك؟ في ايه؟ في حاجة بينك وبين ممدوح ولا ايه؟ لا لا خالص، هو بس ممدوح لسه تعبان من ساعة وفاة أخوه، المسؤوليات زادت عليه، يعني الشغل وولاد أخوه، يعني ضغوط عادية نتيجة اللي حصل. يعني هو كويس معاكي ولا إيه؟ جدا. وحكاية الخلفة؟ دي حاجة بإيد ربنا، ربنا هو اللي بيدي. إيه ده؟ يعني خالي هون نفسه جاي يطلب منك ان انت تطلقها؟ ده بدل ما يصلح بينكم؟ بص يا طارق، انا هطلب منك طلب، وعايزك تعتبره امر لمصلحتي ومصلحتك. خير؟ عايزك ما تاخدش وتدي في الكلام كتير مع اي حد عني، لا بالطيب ولا بالراجل، واذا قالوا اي حاجه وحشه عني اعمل نفسك مصدقها. ازاي يا بابا؟ ايه الطلب الغريب ده؟ ثم ان ايه مصلحتي ومصلحتك في كده؟ ازاي حد يشتم فيك وانا ما ردش يعني؟ هقول لك يا سيدي. اولا احنا مش فاضيين للت والعجل، احنا عايزين ننجز شغلنا وننجح فيه، وده في حد ذاته هيعمل ذهول للناس، ونبقى خلصنا من ان حد يحط دماغه معانا ويدخل في شغلنا. طب هو الناس مالها اصلا بينا؟ طبيعي جدا ان انا اكون معاك في شغلك وبساعدك ومن غير ما ناخد راي حد يعني. ما انا متوقع ان الفتره الجايه هيحاولوا يشوهوا صورتي قدامك ويوقعوا بينا. انا اصلا الفتره دي كلها سايب البيت ومتخانق مع ماما واحمد، وطول الوقت ده قاعد مع عادل صاحبي لغايه ما انت تخلص شقتك واقعد معاك بقى يا بابا. انا اول لما صاحبي يجيب لي الشقه هديك عنوانها عشان نقعد نخلص شغلنا وننجز على طول. يا ريت، والنبي يا ريت يا بابا، خلاص حتى اشيل انا عنك شويه وانت شويه، هنساعد بعض مش كده؟ حبيبي طبعا كله هيحصل. ايه الجمال ده؟ ريو دي جانيرو ايه؟ بورتوفينو ايه؟ اي بلد في الدنيا ايه؟ بذمتك عندهم فرغالي هناك؟
تعالى بقى نشوف فرغالي عامل لنا ايه في الاوبن داي ده. يلا. معلش يا حبيبتي تأخرت عليك الليله شويه عشان كان في ايدي كرنك تعبان حبه. مين السقيل اللي جاي دلوقتي ده؟ ايه ده؟ انت؟ في ايه يا ابني؟ ايه ده؟ انا مش قايلك ما تعتبش هنا تاني لمؤاخذه؟ دخلني يابا مش هتندم. ده احنا ما بنعرفش الندم والقرف غير لما بتدخل وتحط رجلك في البيت. دخلني يابا عشان انا جايب لك مفاجاه 100 100. يا مستني السمنه من بطن النمله، حرمت عليك التقليه يا عينيا. بقول لك يا حسن، اعمل معروف ما تعمليش مشاكل مع مرات ابوك، احنا عايشين دلوقتي في هدوء، مطرح ما تحط راسك حط رجليك، مع السلامه، مكان ما كنت روح. طب عشان تعرف ان انا عارف فين راسي وفين رجليا، خد دول. دول؟ ايه دول يا حسن؟ جبتهم منين يا حسن؟ جبتهم من عرقي وشقايا، هكون جبتهم منين يعني؟ خش يا حبيبي، تعال خش يا حسن. يخش؟ يخش ده ايه؟ هو اداك ايه يا راجل عشان تخليه يخش ها؟ فهمني. اداني دول يا بوسبس. ايه دول؟ ايه ده كله؟ لا بقول لك ايه يا مرت ابويا؟ دول مش تبعك. ليه كده يا حسن؟ يا حسن ده انا في مقام امك، ده انا ياما طبخت لكم ووضبت لكم. بخلان عليا ليه كده يا حسن ها؟ قول لي يا حسن، انت جبت الفلوس دي كلها ازاي في اليومين اللي انت غبتهم دول؟ اشتغلت ايه؟ اشتغلت في السمسارة يابا، قلبت عيشي في الأراضي والعقارات والعربيات، حاجات كده يعني. هي السمسارة بتكسب كل ده يا سي حسن؟ ما تشتغل في السمسارة يا راجل، وسيبك بقى من الورشة دي، خلينا نقب على وش الدنيا. السمسارة دي عايزة عيال صغيرين يقعدوا يتنططوا في كل حتة، وبعدين مالها الورشة؟ ما هي الورشة شغالة ما شاء الله زي العسل. عسل؟ هو ده العسل، لكن الورشة دي بصل. بقول لك إيه، عسل ولا بصل دول ما يخصكيش. وبعدين انا جايب الفلوس دي لابويا عشان يعمل لي بيهم مصلحه. ليه كده يا حسن؟ بتنتشهم من ايدي. مصلحتي ايه بقى اللي انت كنت عايزني فيها؟ انا كنت فاكر ان انت جاي تدهم لي جزاء انا لتربيتك والمصاريف اللي صرفتها عليك قبل كده. ما تخافش يا رب، ما انا اللي جاي لك فيه برضه فيه فايده ليا وليك. فايده ايه بقى ان شاء الله؟ هنقلب الورشه بتاعتنا مكتب سمساره، وانت تقعد بيه وحاج، وانا اللي اتنطط واروح واجي واعمل كل حاجه. كل ما كسبتك بغشه ما بقاش انا ابو علي. ايوه والنبي والنبي يا بدوي اسمع كلامه، دي فكره حلوه قوي. اذا كان سي حسن في اليومين دول وجاب كل ده من غير لا مكتب ولا يحزنون. المكتب برضه هيعمل لنا منظر يابا، قيمه وسيمه، وهيجيب لنا شغل كتير. وافق يا سي بدوي عشان ما ازعلش منك. سلام. عشان خاطر عيونك وما تزعليش انا موافق واتكلنا على الله. بس بقول لك ايه، هتمسكنا انا الاداره. لا، والفلوس والحسابات تبقى في ايدك انت. ايوه طبعا، امال الفلوس والحسابات هتبقى في ايدك انت. في ايدي انا بس يا ستي، ادي كل اللي حصل. موافق يا حسن؟ طبعا وافق. الولايه مراته قالت له وافق يبقى هيوافق، ده قال لي من بكره هيفضي الورشه خلاص. طب وانت عملت كل ده ليه؟ عشان ترجع البيت يعني؟ يعني عشان ارجع البيت وعشان اشتغل برضه امورتي. ما انت اصلك مش فاهمه، انا الورشه دي ما اتحصلش منها على مليم، لكن لما هنشتغل في السمساره انا اللي هحرك وادي واجيب، كل حاجه هتبقى في ايدي. طب ما انت لسه قايل ان ابوك هو اللي هيبقى ماسك كل حاجه. يا ستي سيب اللي يقول يقول، ابويا هيقعد على المكتب يرد على تليفونات، لكن انا بقى اللي احكي لإدارة الجرايد واخد الزباين افرجهم، الفلوس هتبقى في ايدي انا. يعني هتدلعني يا حسن بعد ما نتجوز؟ ادلعك؟ ده انا هدلعك وهشتكك وبشتكك واروقك واعمل لك كل اللي انت عايزاه امورتي. يا جاتك ايه يا حسن؟ كسفتني. وهتيجي لابويا النهارده؟ النهارده؟ لا لا لا، النهارده دول ليله يا قمر. لا عيب، ما تجيش منك يا قمر، عيب ما يصحش. لا عيب. وايه اللي عيبه بقى يا اخويا؟ هو انت غريب ولا ايه؟ وبعدين انا قلت لابويا انك جايب له الفلوس والشبكه النهارده وجاي وهو مستنيك. قلت له كام؟ انا قلت له انك جايب قرشين كويسين. و اوعى تكون صرفت حاجة يا حسن من الفلوس اللي اديتها لك في موال ابوك والورشة. ها؟ لا يا انا هاخد من فلوسك وادي لابويا برضو. دي تيجي؟ دي تبقى رجولة برضو يا قمر. لا عيب يا قمر. امال عمال تأجل ليه؟ أنا كل ما أقول لك تعالى لأبويا تقول لي بكرة بكرة بكرة. إيش حال ما أنا اللي متذاكر فلوس بإيديا؟ هو في حد بيعمل كده اليومين دول؟ بت إيه بت؟ ولو رحمة أمي شايلك الجميل ده
وبكره عوضك وتشوفي. شوف بقى يا حسن، انت بكره هتروح لابويا ومش هطلب منك الطلب ده تاني. ماشي، وانا من نجمه هبقى على بابك وهتشوف يا قمر. ماشي يا حسن، اما نشوف. خلاص يا طارق، بقيت لما احب اشوفك لازم اطلبك 3-4 مرات؟ لا ليه، انا بس كانت نفسيتي تعبانه شويه من اللي حصل بينك وبين بابا، وبتهمك له بالسرقه وطردك له من البيت، يعني كنتش عارفه اهدى. ويا ترى هديت دلوقتي؟ يعني هترجع بيتك بقى. ماما، ده مش بيتي، ده بيت احمد ابنك اللي خايفه على ماله وشغله وبيته، حتى لو كان على حساب جوزك وابنك التاني. تاني يا طارق؟ هنرجع للحساسيه اللي ملهاش اي مبرر دي؟ صدقني يا طارق، احمد ملوش دعوه بموضوع فريد، ولا كان يعرفه الا منك. طب ممكن تفهميني ايه اللي خلاكي تتهمي بابا بالتهمه الغريبه دي؟ ده ملوش اي سبب تاني الا انك عايزه تفضي البيت لاحمد بيه يعمل فيه اللي هو عايزه. الو، ايوه يا احمد. ايه؟ لا ما تجيبش فلوس على هنا، ما يجراش حاجه، خدهم على البيت وبقاتهم معاك بكره الصبح. انا مش ناقصه بلاوي. لا اروح انت، انا هقفل وهمشي على طول. مع السلامه. هي يا حبيبي، هترجع معانا على البيت؟ لا، هروح اقعد عند عادل صاحبي كده كام يوم. انا مش عارفه، انا ما برتاحش اللي اسمه عادل ده خالص، انا مش فاهمه انت مصاحبه ازاي. يعني هو احسن من مفيش، على الاقل بستريح معاه، احسن من اخويا طول الوقت محسس ان انا اقل منه. الحاجات دي موجوده في دماغك انت بس. معلش سيبيني على راحتي، يومين ثلاثه كده وارجع تاني. هروح فين؟ خلاص يا حبيبي، خليك على راحتك، بس ابقى طمني عليك. ماشي، سلام. مع السلامة، ربنا يحميك. معلش يا عم عبد، هي الناس دلوقتي ما بقاش همها غير الفلوس وبس. ازاي بس يا ابني؟ ما هو انت اكبر مثل قدامي اهو، عمرك ما بخلت على حد بحاجة، واللي في ايدك مش ليك. على عكس الواد ابني بقى، المفروض يعني انني في سن ارتاح وهو اللي يتكفل بيا مما جميعه، لكن هو على العكس عايز ياخد مني كل حاجه في ايدي، ما يسيبليش حاجه ابدا. ما انا بقول لك ارتاح يا عم عبد، وكل اللي انت عايزه هيوصلك لحد عندك وانت مش راضي. ده انا اللي بدعي ربنا ليل نهار انه يفضل مقدرني كده، ان انا اقف على رجليا واشتغل، لانني لو رقدت اموت والله. وكمان ربنا يديم عليا الشغل في السنتر، لان انا حاسس لو ما روحتش يوم اكن انا مش عايش. ربنا يديك الصحه يا عم عبده. ماشي ليه يا ابن السعاده؟ ما تخليك معايا شويه. والله تعبان يا عم عبده شويه، وعايز اروح انام بقى. ربنا يديك الصحه يا ابني ويقويك. انت نمت يا حبيبي؟